هدى للمتقين هنا النهج المبين هنا الحق اليقين هنا نور بدا هدى للمتقين هدى للمتقين ربيع المؤمنين معين الموقنين هنا بحر الندى هدى للمتقين هدى للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ربيع المؤمنين معين الموقنين هنا بحر الندى هدى للمتقين هدى للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الآية السابقة عن مسألة التثبت والتحقق عندما تصل إلينا أخبار وأنه علينا أن لا نتخذ قرارا بشكل مباشر والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ونلاحظ فيها الفاء وهذه ملاحظة مهمة جدا فتبينوا الفاء تعقيب هي تعتبر مثل عطف وهو حرف عطف نفس مثلا ثم مثل و الفاء وثم يفيدان كلاهما مسألة الترتيب يعني أنا مثلا لما أقول مثلا قام زيد ثم عمرو أو لما أقول قام زيد فعمرو نفس الشيء ولا في اختلاف طبعا في اختلاف لما أقول قام زيد فعمرو يعني قام زيد ومباشرة عمرو بدأ بعده أما لما أقول قام زيد ثم عمرو هذه تفيد التراخي التراخي يعني بعد فترة ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني مباشرة ما تنطر لما الإشاعة تأخذ وضعها وتنتشر وكل شيء لا مباشرة تتحقق وتتأكد هذه ذكرنا في الآية المباركة مثلا في سورة الزمر ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع بعدين تأتي المرحلة الثانية ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما هاي ثم 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 لأن هذه مراحل بعدين تصير على ما يطلع على ما يصير أصفر وعلى ما يروح لكن
أول ما ينزل الماء فسلكه ينابيع، الفاء تفيد المباشرة، فبالتالي هذه كلمة فتبينوا أو الفاء في كلمة فتبينوا تفيد سرعة التبين والتحقق. ثم تأتي الآية اللي بعدها تقول واعلموا أن فيكم رسول الله. إذا تذكرون ذكرنا في مرة سابقة بالنسبة حق آية إن جاءكم فاسق بنبأ أنه يعني مبعوث ذهب ليتحصل الزكاة من بني المصطلق ما قابلهم وإنما رجع خوفا وقال كذبا إن هم منعوني وأرادوا قتلي وكذا، فالبعض أشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذهاب لقتالهم ولكن النبي تريث ليتحقق من المسألة، وفعلا طلع أن هذا الكلام ما كان صحيح. فهذه الآية تقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو سامع كلامكم لو وقعتم لعنتم، اللي هو العنت يعني المشقة الهلاك الخسران التعب الندامة ممكن، لأن الآية اللي قبلها قالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائد الإلهي الذي هو مسدد من السماء هذا هو المانع بين الوقوع بينكم وبين الوقوع في الخسران والهلاك والندامة. فبالتالي العنت معناته يعني التعب، يعني لو أن يطيعكم في أكثر ما تقترحونه عليه لا وقعتم في العنت، وهذا ذكرنا في الآية المباركة أيضا كلمة العنت، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني صعب عليه شيء ثقيل عليه إنكم تتعبون، ما يبيكم تتعبون، ما يبي يشق عليكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عموما فالمسألة هنا أنه لو يطيعكم في كثير من الأمر يعني بالإمكان، يعني بإمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يستشيركم، وهذه جاءت يعني في مثلا في سورة آل عمران فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، شاورهم أنت شوف شي يقولون وكذا، لكن بعدين الأمر يرجع لك أن تأخذ في المشورة أم لا، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد مثلا نتذكر المشورة عندما استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمان الفارسي في قضية الخندق، أن لما كانوا الأحزاب جايين فشنو الطريقة بحيث أن نأخرهم ما نخليهم يدخلون المدينة، فاقترح سلمان مسألة الخندق الذي يحفر، فهذه مشورة وأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، بإمكانه لا يأخذ بها، ولكن بشكل عام لو أنه يطيع في أكثر ما يقترح عليه لكان المسلمون قد وقعوا في المشقة والعناء. على أي حال تأتي الآية المباركة بعد أن يبين الله تعالى هذه المسألة لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. من اللي حبب الإيمان عند الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى، الله وضع حب الإيمان عند الإنسان، وهذه فطرة الإنسان هو حب الإيمان، عبادة الله سبحانه وتعالى. تقول لي زين عيل هذيل الكفار ايش قضيتهم؟ إذا كانت الفطرة في الإنسان هي عبادة الله ومسألة الإيمان موجودة داخل الإنسان، فشنو تفسير هؤلاء الكافرين الذين لا يتبعون لا يطيعون الله ولا يتبعون نهجه؟ نقول هؤلاء أول شيء عندك مسألة البيئة تؤثر عليهم، ولذلك نشوف هذه يعني الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبألفاظ مختلفة، منها مثلا قوله صلى الله عليه وآله يعني يشير إلى أن مسألة البيئة والظروف المحيطة هي التي تؤثر على الإنسان وتبعده عن الطريق الصحيح. فتقول يقول صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ورد بلفظ آخر كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه، ومما ورد عنه كل مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بأن الله خالقه، هذا يولد زين بعدين شو يصير فيه؟ تصير هذه البيئة هي تؤثر عليه، هذا من ناحية. من ناحية ثانية الشياطين، الشيطان له تأثير على الإنسان، وللأسف الإنسان يطيعه، يعني يشوف هذه
هذه الآية في سورة الروم، قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة اللي الله فطر الناس عليها، طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن من اللي خربها؟ الشيطان. ولذلك الآية تختم تقول: هني والأمر أنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. والشيطان عدو، وهو من البداية قال: ثم لا أتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذه يعني يجي عن الأيمان وعن الشمال ومن فوق ومن تحت ومن كل مكان، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن البداية يعني بيّن أنه عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلذلك على الإنسان أن ينتبه من هذه الظروف التي قد تجعله ينزلق. أختم بهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفس المجال، قوله: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني صرفتهم، فاجتالتهم عن دينهم، صرفتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فبالتالي الإيمان مسألة فطرية الله سبحانه وتعالى أودعها في الإنسان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وللحديث بقية في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هدى للمتقين، هنا النهج المبين، هنا الحق اليقين، هنا نور بدا هدى للمتقين، هدى للمتقين، ربيع المؤمنين، معين الموقنين، هنا بحر الندى هدى للمتقين، هدى للمتقين.